طول عمري كنت جسمي مليان، واكيد تعرضت لتنمر كتير جدا زي ما اي حد جسمه مليان بيتعرض للتنمر والسخرية والنظرات، ونفسيا كان الواحد بيتأثر كتير، وكان بيلجأ كتير ان هو يروح ياكل تاني وتالت وعاشر علشان ينسى او علشان يعمل، ودي طبيعة اي حد مدمن لاي شيء، ربنا يعافي اي مدمن لاي شيء. وفجأة بدأت بقى الالام بتاعة السن والسمنة، واضطريت ان انا اروح لدكتور، وهناك اكتشفت اولا ان انا مريض لضغط. طبعا كان هو دكتور عظام، فبص على المفاصل عندي وقال لي جملة مش هنساها، قال لي لازم تخس، اللي انت بتعمله في نفسك دوت تدمير لحياتك. قعدت برضو كام سنة كده ما انتبهتش للموضوع دوت لحد 2017 لما خدت القرار ان انا لازم ابدأ خطوة فعلية علشان اخس. من 2017 لحد 2020 ثلاث سنين مروا عليا ما بين اجتهاد ان انا اعمل رجيم، ان انا انزل اتمشى رياضة خفيفة اقدر ان انا امارسها بسهولة، وبالفعل في خلال الثلاث سنين دول قدرت ان انا انزل من وزني حوالي 13 كيلو. جت سنة 2020 وكورونا وقعدنا كلنا في البيت، وكانت دي مأساة، لان واحد زي حالاتي كانت هواياته الاكل، فان هو يقعد في البيت من غير ما ينزل، فكانت دي مشكلة رجعتني كمان 5-6 كيلو، لحد ما جت سنة 2023 أصبت فيها بإحباط شوية، واحدة بواحدة بدأت أزيد في الوزن، لحد ما في شهر مارس تقريباً أو إبريل زدت 16 كيلو من 23 كيلو كنت بحارب علشان أنزلهم من 2017 لحد 2023. وهنا مراتي تدخلت وقالت لا انت كده بقى خلاص استنفذت كل الطرق اللي انا سبتك ان انت تنفذها، ولازم تعمل عملية تكميم. ويمكن كانت تجربة قاسية بالنسبة لي، لان اخر عملية عملتها كانت وانا عمري تقريبا 6 سنين، عملت عملية اللوز، فاللي هو انا في حياتي ما عملتش عمليات. وبالفعل خدت القرار ورحت اكشف عند اكتر من دكتور، والحقيقة جربت 2 دكاترة. اولا دخلت العيادة ما حسيتش براحة، دخلت قعدت مع الدكتور نفسه ما حسيتش براحة، قلت لا خلاص انا هعافر مع نفسي شوية وحاول ان انا ارجع لممارسة الرياضة تاني، وقعدت كام شهر برضو مفيش فايدة، لحد ما مراتي ورتني قناة دكتور رامي حلمي وقالت لي طب خش بقى بص على القناة دي واتفرج على الفيديوهات وجرب للمرة الاخيرة انك تروح تكشف. انا زهقت وكفاية اللي انا رحت كشفت مرة واتنين خلاص يعني. يا بابا لا دي مش مؤشر ان انت تاخد القرار، انت قايل لي شوف انا كل مره اقول لك تقولي لا، هقول لك طب اخدها للاخر. طب ما انا بقالي اهو بقالي اكتر من انا بقالي سنتين وعاملاها وزي الفل، والله العظيم هترتاح. نسبه كبيره من مرضى السمنه وحالات السمنه المفرطه بيبقى عنده مشكله في السيلف ستيم او في الثقه في النفس نتيجه سنوات من المشاكل النفسيه اللي بيمر بيها والضغوط اللي بيحيط بيه المجتمع والناس اللي حواليه بيضغطوا عليه، لدرجه ان مريض السمنه بيجي مع الوقت يبقى حاسس ان هو عايش في ام وضاغط على نفسه، بيتجنب العزومات والخروجات والفسح نتيجه الضغط النفسي اللي بيقع عليه. الحقيقه الراجل ما سابش كبيره ولا صغيره الا واتكلم عنها، وكل سؤال كان بيخطر في بالي سواء قبل أو أثناء ما أنا كنت بتفرج كنت بلاقي فيديو بيجاوب بالتفصيل عن الأسئلة اللي كانت معي. ورحت العيادة وبمجرد ما دخلتها سبحان الله راحة نفسية شديدة، مكان العيادة مريح بالنسبة لي، شكل العيادة نفسه مريح، وفي نفس الوقت استقبال الناس، قياس الضغط والسكر والوزن والحاجات ديت، و أخذ البيانات بتاعتي عالجوا النفسية شوية. أول مفاجأة كانت بالنسبة لي إنه كان من متابعين القناة بتاعتي. ويمكن زي ما قلت لك أبو عمر يعني أنت يمكن البلوجر الوحيد اللي أنا بتابعه. فعلا يعني وشريحة كتيرة من ممكن ما بنكونش بنخش على اليوتيوب ونشوف البلوجرز، بس أنت بالذات في حتة تكنيكال أنا يعني من أكتر الناس المعجبين بيك وبمصداقيتك. فده إلى حد ما كسر حاجز كبير جدا نفسي ما بيني وما بين الدكتور، بدأ يشرح لي كل شيء بالتفصيل، وخدت القرار ان انا هخرج اعمل العملية. متوتر ليه؟ لا مش متوتر بالعكس. عايز الوقت يعدي بسرعة. عايزين ننجز. Thank you.
طلعوا كفاية. ودلوقتي بعد مرور 6 شهور أقدر أقول إن دي أهم وأفضل قرار أخدته في حياتي، علشان عن طريقه أنا اتغيرت 180 درجة وأصبحت إنسان تاني خالص. وبعد المتابعة مع الدكتور والفريق الطبي الجميل بتاعه اللي ما كانش بيسيبني لحظة، سواء في المتابعة في العيادة أو عن طريق التليفون للاطمئنان عليا أو عن طريق جروبات للواتس آب بيتم إضافتنا ليها مرحلة بمرحلة، علشان أولاً تتشجع مع الناس اللي معاك، وفي نفس الوقت لو عندك أي استفسار أو عندك أي مشكلة تقدر إن أنت تلاقي ناس سبقتك بالخبرة فتجاوب عليك، أو الدكاترة كمان يقدروا إن هم يتابعوا معاك. قلت إن أنا هعمل فيديو علشان أنقل التجربة بتاعتي بناء على الأسئلة اللي أنتوا سألتوها، وفي نفس الوقت علشان أقدم لكم تجربة حية لشخص كان بيخاف جدا من القصة ديت، ومع هذا قرر إن هو يقدم على أهم خطوة غيرت حياتي 180 درجة. دكتور رامي، طبعا أنا مش عايز أقول لك قد إيه أنا سعيد إن التجربة ديت أولا فادتني كتير جدا، وفي نفس الوقت هو ده اللي خلاني إن أنا حابب إن أنا أنقلها للمتابعين، لأن كتير جدا حسوا بالفرق. أنا كنت إنسان أو كنت مجموعة من البشر ودلوقتي بقيت إنسان مختلف تماما. فأنا ختامها مسك زي ما بيقولوا، فحابب دايما إن حضرتك تكون معايا في الختام علشان أقدر إن أنا أستفيد منك في حاجات مهمة. ما شاء الله أنت في القناة بتاعتك ما سبتش أي شيء ما اتكلمتش عنه حقيقة بكل تفاصيله، وده اللي خلاني أدرس كل حاجة قبل العملية. وفي نفس الوقت دايما بيبقى فيه تساؤل، أنا نفسي أعمل العملية بس خايف، أو إيه اللي خليني أفكر إن أنا أدخل أعمل عملية سمنة؟ خلينا نتفق طبعا إنه مرض السمنة المفرطة مرض صعب جدا، مرتبط بأكتر من مرض وبيضرب كل أجهزة الجسم، يعني بيسبب بقى الضغط والسكر والقولون العصبي والكبد الدهني وتصلب الشرايين، بيأثر على الصحة بشكل كبير جدا وبينعكس كمان على الحالة النفسية بشكل كبير جدا. المريض بيبقى عايش في ما بين الأمراض الصحية كتيرة والمشاكل النفسية، فهتفرق معانا كتير جدا جدا لو قدرنا ان احنا نتخلص من هذا المرض او ان احنا نعالجه بكفاءة عالية زي عملية السمنة. المشكلة الحقيقية انه الناس بتبقى جاية خايفة، عندها حالة رعب او خوف او هلع من عمليات السمنة، خوفا من حدوث اي مضاعفات. لكن احب اطمن الناس انه مع التقدم التكنولوجي الرهيب والطفرة الفظيعة في السمنة المفرطة في الفترة اللي فاتت عدد العمليات كبير جدا، لانه مصر الحقيقة 125 مليون بني ادم، فده خلى انه في تكنولوجيا عالية جدا، خبرة عالية جدا عند الستاف او عند الدكتورز، ادت الى ان نسبه السيفتي تبقى عاليه جدا. وفي نفس الوقت احنا ما ينفعش ناخد قرار اي حاجه في حياتنا من واقع الخوف، لانه دايما عندنا غريزه عند البشر حب الانسان لنفسه، دي حاجه كبيره جدا، لكن احنا بناخد القرار من واقع الحاجه. طالما انت محتاج الحاجه يبقى لازم تعملها، ولو هتخاف فانت لازم هتخاف من مضاعفات السمنه برضو اللي هي 100% هتحصل، لكن حدوث مضاعفات بعد عمليات السمنه نسبه حدوثها تكاد تكون منعدمه. فانا احب اطمن الناس واطمن كل المتابعين باذن الله يدخلوا بالسلامه ويخرجوا بالسلامه مع التقدم التكنولوجي والخبره الفنيه، لأن الموضوع سيفتي عاليه جدا. زائد بقى انك بعد ما بتعمل العمليه شوف بقى ايه الحاله النفسيه تبقى احسن كتير، شفاء تام من كل الامراض الصحيه، الانسان نفسه سلوكه والسيلف استيم والثقه والتعامل والانفتاح الحاجات دي بتفرق معهم كتير جدا. فلا قول لهم ما يقلقوش، واي حد يبقى الان يجي يقعد اشرح له كل حاجه، لا تاكد ان شاء الله ان هم هيقوموا بالسلامه يبقوا زي الفل باذن الله. انا هي قلت في الاول وبكرر تاني ان وقت ما انا خدت القرار بتاع العمليه كنت اولا وصلت لمرحله من الياس غير طبيعيه، لان انا نزلت 22 كيلو في خلال 3 او 4 شهور، طلعت منهم 16 كيلو، فكنت نفسيا متدمر. والمشكله الاكبر ان انا رحت لاكثر من دكتور، علشان لما جيت اخد قرار العمليه انا حسيت ان انا خايف اكتر لحد ما جيت لحضرتك هنا. والله فعلا انا لما خرجت انا هعمل عملية بكرة، يلا ننفذ. ده حصل فعلا. فحقيقي معاك صف رائع والمتابعة رائعة ودخلة العيادة نفسها مريحة، فده كان 90% من العوامل اللي خلتني اخد قرار العمليه. وانت فيك حاجه حلوه جدا يا ابو عمر، انت محلل، يعني مش عايز بقول انت بلوجر، انت محلل، انت بتاخد الحاجه بتقعد تفصصها وتحللها. فانا شايف ثقه كبيره وكريدت كبير واحد محلل زيك يجي هنا يقتنع يعمل عمليه،
ده طبعا ده مؤشر ده كريدت كبير, ودي حاجه ساعدتنا كلنا. وانا سعيد جدا بتجربتك وان انت وصلت اللي انت عايزه وان ربنا كرمك. وبص احنا ما عملناش اي حاجه الا الواجب, انت دايما هتلاقيني تمام معاك, كلنا جنبك تحت امرك, تبعت في اي وقت هتلاقي التيم بتاعي موجود وبنرد عليك باستمرار. عيادتي طبعا مفتوحه لكل اصدقائي وحالاتي, تيجي في اي وقت. هنفضل مع الحالات بتاعتنا لحد بص لو قدامنا 10 و20 سنه باش احنا معاك, بس انت تيجي المتابعه. طيب انا اخيرا حابب اختم الفيديو برضو علشان المتابعين اكيد كانوا بيسالوني على موضوع العمليه, وهل ممكن دكتور رامي يقدر ان هو يقدم لهم ولو عرض بسيط بحيث ان هو طبعاً يشجعهم على طبعاً هم كانوا نفسيا خلاص احنا ان شاء الله يكونوا ظبطوا نفسيا, لكن في حته الماديه بقى ولو خصم بسيط طبعا برضو. يا باشا اي حد من طرف البلوجر العزيز والمحلل الفاضل ابو عمر, لان انا قلت لك انا من متابعينك, يقول بس واحنا اكيد هيبقى فيه طبعا هنعمل طبعا كومبنسيشن حلو جدا عشان بس الحالات دي تقول احنا من طرف ابو عمر. والحقيقه حبايبك كتير يعني, انا الناس بتيجي في العاده تقعد تقول لي هو ابو عمر اللي بره, هو ابو عمر اللي بره, والله ابو عمر اللي بره. فطبعا لا هيبقى فيه وهنعلن عنها كمان. وحضرتك اي حد من طرفك ليه كومبنسيشن وليه اوفر حلو, لانه انت ليك مصداقيه وليك كريدت جميل قوي عندنا وعند كل الناس. ربنا يحفظك, انا سعيد جدا بالتجربه ديت مع حضرتك وبشكرك جدا, وان شاء الله الفيديو ده يكون مفيد ويشجع ناس كتيره على انها تنتهج النهج الصحي باذن الله. على بركه الله. شكرا دكتور. حابب بس ان انا انصحكم نصيحه في الاول, اللي عنده طاقه وعنده قدره وتحمل على ان هو يخس بشكل طبيعي ده افضل مليون مره من اللجوء للجراحه, ولكن اللي زي حالاتي وبدأ اليأس يدب فيه وفي نفس الوقت بدأ ان هو ينهار نفسيا, فتوكل على الله وخوض التجربة. وما تنساش ان حتى بعد خوضك للتجربة دي ارادتك رقم واحد, لان في ناس كتير قوي عملت العملية ورجعت زادت في الوزن تاني, وفي ناس كتير ربنا كرمها وقدرت ان هي تغير من نمط حياتها.